كيف ما كتعرفوا الخدمة ديالنا خاصنا نكونوا رادين فيها البال مزيان باش نضمنوا سلامتك وسلامة الناس اللي معك، وهذا الشيء علاش خاصنا كاملين نواظبوا على تطبيق قواعد الصحة والسلامة الخاصة بلافارج هولسيم المغرب، واللي هما خمس قواعد أساسية. اولا قبل ما تبدا الخدمه ديالك خاصك تاكد باللي ما فيها حتى شي خطوره وترد البال معاها مزيان، ولا بانت لك شي حاجه ماشي هي هذيك غادي تبلغ بها. ثانيا دير غير الخدمه اللي مرخص لك ديرها. ثالثا ترد البال لقواعد منظومه الصحه والسلامه وتطبقها دائما وتستعمل ديما وسائل الحمايه ديالك. رابعا عمرك تخدم وانت كتحس بالعيا ولا الا ما كنتيش في الوعي ديالك، وممنوع استعمال الكحول والمخدرات. خامسا الا شفتي شي خرق لقواعد الصحه والسلامه خاصك تبلغ المسؤولين في المعمل ديالك، وما تنساش راه عندك الحق باش توقف اي عمل خطير بان لك في المؤسسه واخا ما يكونش في المجال ديالك، ومن حقك تحبس الخدمه الا كانت خطر عليك، حيت هذه الافعال كتحافظ على سلامه العاملين في لافارج هولسيم، واذا طبقوها كامله غيكونوا اعضاء مثاليين في المؤسسه ديالنا. حنا واعيين بان اغلبيه العمال ديالنا كيحترموا قواعد السلامه، ولكن احيانا كنلاحظوا حالات مخالفه لقواعد السلامه، ولهذا الغرض لافارج هولسيم دارت واحد النظام متسلسل باش تدرس حالات الاخطاء اللي كتوصل بها. نشرح لكم اكثر. واجب على كل عامل يبلغ الى شاف شي خرق لقواعد الصحه والسلامه، بحال شي عامل الا كان خدام وما لابسش حوايج السلامه ديالو او ما طبقش قواعد السلامه، هذا البلاغ غيمشي على شكل بلاغ للمسؤول المباشر او المسؤول على الصحه والسلامه في المعمل، من وراها غادي يدرسوا المسؤول المباشر والمسؤول على الصحه والسلامه ومسؤول الموارد البشريه. الا بان ان هذا البلاغ صحيح غادي يشوفوا فين كاين الغلط، واش الخطا ديال العامل، ديك الساعه غيديروا ليه فورماسيون باش يزيد يفهم قواعد الصحه والسلامه، ولا كان الخطا من النظام ديالنا هنا غادي نصلحوه. دابا شنو هي الاجراءات اللي كدار العميل في حاله خرق قوانين الصحه والسلامه ديال لافارج هولسيم؟ الاجراءات كتكون تدريجيه وكتمشي على مستويات حسب الغلط والخطوره اللي دار العميل وحسب السلوكات ديالو في الخدمه في السابق. مثلا الا دار الغلط اول مره غياخذ واحد الانذار شفوي، الا تعود الخطا مره ثانيه كيكون اجتماع مع الشف الاول ديالو ومسؤول الصحه والسلامه ومسؤول الموارد البشريه باش يشرحوا ليه الاغلاط ديالو. الا زاد غلط مره ثالثه غيديروا اجتماع مع الشاف الاول ديالو والشاف الثاني ومع المسؤول على الصحه والسلامه ومسؤول الموارد البشريه باش يزيدوا ينبهوه بالاخطاء والمخالفات اللي كيدير ويحددوا ليه برنامج لتقويه المؤهلات والسلوكات فيما يخص الصحه والسلامه. الا كمل في الغلط هنا غيصيفطوا ليه انذار مكتوب كيبقى في الملف الاداري ديالو وكيعطيوه توصيل بهذه المخالفه واللي كتكون على حسب القوانين المنصوص عليها في المهنه ديالهم. في المستوى الرابع الانذار كيجي على شكل بلام واللي كيتقيد في الملف ديالو وكيصيفطوا ليه ثاني توصيل كيعلموه به. المستوى الخامس كيتوقف العامل على الخدمه لمده كتراوح بين 3 ايام حتى 7 ايام، كيحددها مسؤول الصحه والسلامه ومسؤول الموارد البشريه ومسؤول الخدمه في حاله خروقات اللي كتشكل خطوره كبيره على العامل او المصنع. العامل هنا كيمر مباشره الى تحقيق مع لجنه مكونه من المسؤول المباشر ومسؤول الصحه والسلامه ومسؤول الموارد البشريه وواحد من ممثلي العمال ومسؤول الفرع. وما تنساوش انه في المقابل المؤسسه كدير بصفه دوريه جوائز تحفيزيه باش تشكر وتحفز العمال ديالها اللي تميزوا بتطبيقهم للقوانين وكتجازيهم الخدمة المضبوطة ديالهم باش يكونوا قدوة لبقية المستخدمين. بسلوكاتنا المثالية نبنيو سلامتنا وسلامة غيرنا.